حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السراج الوهاج وعلاقته بالمعصرات. الحقيقة القرآن أمرنا، أو الله أمرنا أن نتدبر القرآن. الله ذكر في القرآن الكريم أمرا إلهيا بضرورة تدبر القرآن، وأنا أقول لو كل يوم أخي الحبيب تدبرت آية من آيات الله تنتفع بها يوم لقاء الله. انظروا أحبتي في الله، القرآن العظيم إعجازه في كلماته، يعني معجزات الأنبياء السابقين كانت معجزات مادية. سيدنا موسى كان يلقي العصا فتنقلب ثعبانا مبينا، سيدنا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى، معجزات كثيرة. ولكن المعجزة الخاتمة لابد أن يكون إعجازها في كلماتها لكي تستمر، لأن المعجزة المادية تنتهي بانتهاء الزمان والمكان، يعني تقع في زمان معين يراها مجموعة من الأشخاص، من سيأتي بعدهم لا يستطيع رؤيتها، بينما إعجاز القرآن تستطيع في كل وقت أن تراه. طيب، هل هناك إعجاز في مجال نزول الأمطار وعلاقة الشمس بذلك؟ الحقيقة أيها الأحبة، في الماضي كان الناس يعتقدون أن السماء تنزل هذا الماء بشكل، منهم من يفسره بشكل خرافي، منهم من يعتقد أن هناك إله للمطر وإله للرعد وإله للبرق، كانوا يسمونه الإله زيوس حسب زعمهم طبعا، وآلهة كثيرة، إله الريح وإله كذا وإله الشمس. هكذا كانت الثقافة التي نشأ في وسطها حبيبكم عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا النبي الكريم لو كان كاذبا في دعوته كما يدعي الملحدون كان بإمكانه أن يتجنب الحديث في هذه المواضيع، كان يمكن أن يحدثنا عن إله البرق وإله الرعد وإله المطر بكل بساطة، ولكنه لم يفعل ذلك. كيف تناول قضية نزول المطر وتشكل السحاب أيها الأحبة؟ سأشرح لكم أولا، وكلكم تعلمون أن البخار الماء يصعد من البحار والمحيطات والأنهار ويرتفع إلى الأعلى، لأن بخار الماء له كثافة أقل من كثافة الهواء، وبالتالي حسب قانون الجاذبية وقانون الكثافة ترتفع ذرات أو جزيئات بخار الماء إلى الأعلى، وبفعل حرارة الشمس هي، يعني الشمس هي التي تسخن ماء البحر فيتبخر، والشمس هي التي تولد الرياح أيضا فتحمل هذه الجزيئات من البخار حتى تصل إلى عدة كيلومترات فوق سطح البحر وتتكثف بسبب أن درجة الحرارة منخفضة جدا تحت الصفر، يعني مثلا قد تجد درجة الحرارة 50 تحت الصفر مثلا، وبالتالي فإن هذه الجزيئات تتكثف وتتحول إلى قطيرات ماء. ما هو العامل الأساسي؟ الشمس. لولا الشمس لا تحدث هذه العملية. إذن المحرك الرئيسي للدورة، دورة الماء أو دورة المطر، هي الشمس، تماما مثل هذه السيارة لها محرك هو الذي يحركها ويسيرها، هو المحرك. بالنسبة لدورة الماء محركها هو الشمس. طيب، هذه الشمس أيها الأحبة الآن في منتصف عمرها كما يقول العلماء، في حالة أقصى توهج لها، وبعد فترة ستخبو، طبعا الله أعلم، العلماء يقولون مليارات السنين ولكن هذا أمر غيبي، ولكن الثابت أن هذه الشمس ستخبو بعد فترة وتتكور على نفسها ويخبو ضوءها بعد ملايين أو مليارات السنين، الله أعلم.
الآن شمسنا في قمة التوهج، لذلك يمكن أن توصف بالسراج الوهاج، لأن الشمس الحقيقة هي آلة لإنتاج الطاقة والحرارة، هي مصنع لإنتاج الطاقة والحرارة، أو بمعنى أدق هي عملها يشبه السراج. السراج تعطيه وقود وتشعل هذا الوقود وتحدث عمليات كيميائية، عمليات احتراق، تنتج بنتيجتها ماذا؟ يعني الزيت عندما يحترق مثلا يعطيك حرارة وضوء وطاقة، بنتيجة طاقة يعطي طاقة. الشمس فيها ذرات هيليوم، عندما تندمج مع بعضها، ذرات هيدروجين عفوا، عندما تندمج مع بعضها تنتج ذرات الهيليوم وتعطيك ضوء وحرارة أو طاقة بمعنى آخر. طيب الآن إذا ذهبنا إلى الغيوم، كيف تتشكل هذه القطيرات؟ الحقيقة هناك آلية معقدة جدا، الشمس تلعب دورا أساسيا فيها، لأن الشمس هي التي تولد الريح بسبب فارق درجات الحرارة. فارق درجات الحرارة الذي تحدثه الشمس على الأرض، هذا الفارق يجعل هناك تيارات من الرياح تجري باتجاهات مختلفة، وبالتالي الشمس هي المحرك الرئيسي وهي المسؤولة عن تشكل المطر وحتى نزول هذا المطر بسبب درجات الحرارة، لأن المطر حتى ينزل يحتاج إلى درجات حرارة محددة أيها الأحبة، وإلا الغيوم موجودة، لماذا لا ينزل مطر؟ هناك ظروف محددة أهمها درجة الحرارة. مهم، القرآن كيف تناول هذه القضية؟ نحن الآن نفهم هذه القضية، ندرسها في علم المياه وفي الفيزياء، قوانين الفيزياء، ونفهمها بصورة جيدة ونراها بأعيننا. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان وجد الناس يتحدثون عن إله للبرق وإله للمطر وإله للشمس وإله لكذا وآلهة كثيرة، حتى إنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، استغربوا. كيف تناول النبي عليه الصلاة والسلام هذه الظاهرة؟ انظروا معي أيها الأحبة في سورة النبأ، قال تبارك وتعالى مخاطبا هؤلاء المكذبين بيوم القيامة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، مختلفون هل يوم القيامة موجود أم غير موجود. هنا تأتي المعجزة، يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا سراجا وهاجا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. الشمس لماذا سراج؟ لأنه يحرق الوقود، تفاعلات اندماجية. لماذا وهاجا؟ لأن العلماء يقولون إن الشمس الآن في أقصى توهج لها، في منتصف شبابها. وجعلنا سراجا وهاجا، ماذا قال بعد ذلك؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ماء غزير طاهر مطهر، والمعصرات هي الغيوم الثقيلة، تجد وكأنها تعتصر وتنزل ماء بداخلها. هناك لقطات أيها الأحبة يمكن مشاهدتها على يوتيوب لغيوم، سبحان الله، يعني تجد هذه الغيمة وكأنها قطعة قماش تعصرها هكذا فتفرغ حمولتها من الماء، ملايين الأطنان من الماء تنزل، سبحان الله، يعني منظر بديع يشهد على عظمة الخالق. طيب بالله عليكم، من كان يستطيع أن يصور لنا هذا المشهد في ذلك الزمن؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، من كان يستطيع في ذلك الزمن أيها الأحبة أن يربط
بين الشمس ويسميها سراج. طيب كيف علم أن هناك عمليات احتراق داخل الشمس؟ ولكن احتراق نووي طبعا وليس كيميائي كما نراه على الأرض، يعني ليس هناك فحم يحترق، هناك هيدروجين يحترق. كيف علم أن الشمس سراج؟ كيف علم هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أن الشمس هي وهاجة في منتصف شبابها أو في أقصى توهج لها؟ كيف علم أن هذه الغيوم تفرغ حمولتها؟ هذا يحتاج لتصوير من أماكن بعيدة، تحتاج لكاميرات وتصور وتبطئ وتسرع، يعني تحتاج إلى تقنية معينة لتولد لتتعرف على آلية هذه المعصرات. طب كيف ربط بين الشمس، كيف علم أن الشمس هي القوى المحركة لدورة المطر؟ وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. إذن والله أيها الأحبة إن هذه الآيات أنا بالنسبة لي لا أرى لها إلا تفسيرا واحدا، أن الله عز وجل الذي خلق الشمس وخلق المطر وخلق البحر وخلق هذه الدورة دورة الماء وخلق كل شيء هو الذي أنزل القرآن، وهو أعلم بما ينزل، وهو الذي أنبأنا عن هذه الظواهر الكونية التي تشهد على وجوده أولا وعلى وحدانيته، وهذه الآيات تشهد على صدق كلامه عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم بهذه العلوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.